منير سالم الخالدي من أنصار النصر السعودي أبى إلا وأن استغل تواجده في لندن لقضاء عطلته الصيفية لمساندة فريقه، فما كان عليه سوى التوجه إلى ملعب لوفتس رود لاقتناء إحدى بطاقات مباراة فريقه النصر مع الهلال في كأس السوبر السعودية التي تقام لأول مرة خارج المملكة. العملية كانت في منتهى البساطة حتى وإن لم يحصل على مقعد أفضل. والله هي صحيح أنها أول مرة، ولكن إن شاء الله راح تكون لها إعلام صدى في الدوري الإنجليزي أو في المنطقة هنا، وإن شاء الله راح تكون صدى أكثر في مستوى العالم. إن شاء الله الدوري السعودي يستاهل، يعني يستاهل إن شاء الله أن تكون مباراة هنا. تذاكر واجهتي ملعب لوفتس رود نفذت جميعها، حيث تقع منصات وغرف كبار الشخصيات والمقاعد الأخرى في الواجهتين الرئيسيتين، بينما يتواصل الإقبال على المقاعد خلف المرميين. مرتضى مقبولي كان شاهدا على الطلب المتزايد لشراء تذاكر مباراة السوبر. أي لقيت مقاعد كويسة، still available في جولد في سيلفر، بس قاعد يروح، يعني كل يوم اجي هنا كذا مره جيت اشتريت، لانه عندي اصحابي كتار طلبوا مني تذاكر، فقاعد اشتري كل يوم اجي القى ناقص، يعني المقاعد اللي اطلبها ما القاها دائما، ففي اقبال. يعني اسعار التذاكر موزعه على اربع فئات ما بين 40 دولار و 120 دولار، لكن يبدو ان ارخص التذاكر وهي الدرجه البرونزيه غير متوفره، واقل اسعار البطاقات المتبقيه يبدا من 70 دولار للتذكره الواحده. مصطفى زارو، العربيه، لندن. ومعنا من لندن مراسل العربية مصطفى زارو ليطلعنا على الأجواء والاستعدادات لكأس السوبر. أول شيء تحياتنا لك وصباح الخير، وياريت تقول لنا يعني اليوم هل سنرى أجواء ممتلئة، أجواء كروية كما تعودنا عليها في الرياض؟ ربما لن تكون مشابهة لما يحصل في المملكة العربية السعودية، لكن بالتأكيد أن الملعب هو ملعب صغير الحجم، لا يسع إلا ل 18400 مقعد فقط، لكن ما هو يعني يجب الإشارة إليه أن هناك أكثر من 74% من سعة هذا الملعب تم بيعها، أي هناك ما يقارب ب 14000 مقعد يعني تم حجزه لمتابعة هذا اللقاء التاريخي بين النصر والهلال. فيما يتعلق بالجمهور، الجمهور يتوافد يعني يوميا لاقتناء التذاكر، ولاحظ خلال تواجدي حول ملعب لوفتس رود العديد من يعني الجاليات العربية وبالتحديد يعني المشجعين السعوديين سواء من النصر أو من الهلال. ما يجب الإشارة إليها أن يعني الواجهتين الرئيسيتين للملعب تم بيعها مبكرا، وما تبقى من المقاعد فقط في خلف المرميين، أي يعني ممكن يعني بحدود 5000 إلى 6000 مقعد لا يزال يعني متوفر لاقتنائه. لكن بالتأكيد يعني المعنيون بالأمر هنا خصوصا الاتحاد السعودي يرى بأن يعني هذه المباراة ستباع يعني جميع تذاكرها، يعني في الحقيقة أن هناك اهتمام كبير سواء من الجالية العربية أو من المشجعين السعوديين. لا شك أن توافد يعني الخليجيين بالتحديد خصوصا في شهر في هذا الشهر، وهو يعني الطقس جد ممتع للغاية، يعني وفي الحقيقة يعني السياحة الخليجية بالتحديد يعني تعتبر من الموارد الأساسية للندن، وأيضا خصوصا بعد نهاية شهر رمضان المبارك. على ذكر الأجواء الرباعية اللي في لندن، هل تعتقد أنه اللقاء اليوم كون المشجعات السعودية يمكن لأول مرة يحضروا لقاء بين فريقين سعوديين، سيكون يعني لقاء عائلي وأكثر مما هو لقاء كروي للمشجعين؟ طبعا الحضور أنا أتكلم في الحقيقة، يعني كلامك جد
يعني صريح، لأن هذا اللقاء هو لقاء عالي يعني عائلي أسري، جميع الأسر الخليجية وبالتحديد السعودية ستحضر هذا اللقاء. شاهدت يعني بعض المشجعات وهن يحملن بعض الوشحات الخاصة بالناديين النصر والهلال. هناك أطفال أيضا سيحضرون يعني هذه المباراة، وفي الحقيقة يعني هذا عرس كروي خليجي سعودي بالتحديد، سيحضره العديد من يعني محبي الكرة يعني العربية والسعودية بشكل خاص. مصطفى، أنت تتوقع يكون في حضور من الجمهور الإنجليزي؟ أعتقد أن يجب الإشارة أن في الدوري الإنجليزي ممتاز ليس من السهل الحصول على تذاكر، وفي الحقيقة يعني هناك من يستغل مثل هذه المباريات التي ربما ليست بالدرجة الأولى لدى المشجع الإنجليزي، ويريد يعني مثلا الحضور لقاء مختلف، ايضا التعرف على الملعب. يعني هناك يعني ملعب كوينز بارك رينجرز يعني هبط الى الدرجه الاولى الموسم الماضي، وبالتاكيد ان من يشجع هذا النادي يريد على الاقل زياره صحيح. الملعب ان لم يكن يعني له الحظ زياره هذا الملعب العتيق في الحقيقه، يعني اكثر من قرن من الزمن تم انشاؤه في اوائل القرن العشرين. مصطفى، مبدئيا انت استمتع بالاجواء اللندنيه وأجواء الربيع وأكيد أجواء المباراة. مصطفى زارو مراسل العربية أطلعنا على أجواء واستعدادات كأس السوبر السعودي، شكرا جزيلا لك.